السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ اهلا بكم يا جماعة الخير في طريق الطفرانين مجددا. مرة متحمس يا جماعة الخير. العب ليش؟ لاني بعت التشكيلة وخلاص. شوفهم هنا كلهم انباعوا يا جماعة الخير، ما يعني ما حد جاب فيهم صراحة سعر مميز. اللي صار عندي الشيء كويس، صار عندي 21,000 كوينز نقدر نجيب بيها تشكيلة جدا ممتازة. شكرا لجميع الاشخاص اللي اعطوني تشكيلات، ثانك يو فيري ماتش يا شباب، ساعدتوني اني انا ابني تشكيلتي في راسي كذا. ثانك يو واحد، شكرا جزيلا. اقسم بالله يا المنشن عندي في تويتر اتفجر. واحد ثانك يو فيري ماتش. طيب اللي بنشوفها الان يا جماعه الخير، هذه التشكيله قررت اني اسويها. اول شيء اشتري الرخاص بعدين اشتري الغاليه. طيب من ورا ايطاليه وقدام انجليزيه. انطونيو جربته يا عيال، الولد جلاد. وعندنا احمد موسى خرافي، باقي جليتش هنا هذا بس بنحطه من اجل الكيمستري، بعدين ندخل مكانه ذاك الفرنسي لانه صراحه تمام. فالان اللي بنشتريهم واحد اوكي. بسم الله نجرب من الارخص الى الاغلى اوكي. هذا بنفنتورا اخذناه اول واحد 850 يا ابوك. هذا 850 يا عيال جيسوس. برضو ذا ب 700 يا ولد. وش ذا الرخص؟ وليش حنا رحنا نسوي الكلاب ذوليك ودول ذولي بالرخص ذا يا ولد؟ وش ذا؟ كيف؟ الرجال الطيب ذا بناخذه ب 900 الان ان شاء الله. وهذا اخذناه يا جماعه الخير على 1100. الان لقيناه ب 1100 يا عيال، والله رخاص مره. هنا واحد ب 950، شيل يا بوي. كفو. الان جاء دور احمد موسى والرجال الطيب. اوكي احمد موسى تعال، ويلكم تو ذا كلوب ابو موسى. اوكي انطونيو صدناه على 1100، ممتاز. اللاعب هذا اخذناه على 200، بس الان بنشتري بطاقه تغيير المكان من ستيف زد عشان ياخذ كمستري كامل، فهمتوا؟ قبل ما نسوي كذا خلينا نشوف يا عيال سعر بنعطيه الان، هل يمدينا عليه ولا لا؟ اوف 10,000، لا واتوقع انه راح يكون اغلى واحد في التشكيله، بس يستاهل لانه مدافع ونبغى مدافعين احنا كويسين يا عيال. تعال يا بنعطيه، حي الله بنعطيه اللي هو راح يكون كابتن فريقنا يا ولد بما انه اقوى واحد. اوكي من ستيل سي اف يا شباب لقيناها ب 400، حلو ممتاز. اوكي ومن سي اف الكام لقينا ارخص واحده ب 1500. اوكي نعطيه من اوكي بعدين نعطيه هذه، ممتاز جدا. الان اصبح لدينا فريق 10 من 10، بس الظاهر ما يعني يجيهم بس شو اسمه، والله ممكن نجيب مدرب انجليزي في الدوري ذا اللي هو هنا ها. المهم خلينا نحط احتياط يا شباب. اوكي يا جماعه الخير وكذا الخطه جاهزه. اول ما تبدا المباراه ندخل الرجال الطيب هذا كام مكان البرونزي، ويصير عندنا 3 صواريخ قدام ووسط ممتاز جدا، يفتك كوره واقوياء ولياقتهم عاليه، الدفاع جدا ممتاز، اظهره سريعين، والحارس هالك علي. يلا كذا احنا مره جاهزين وانا متحمس نلعب. اتمنى انكم تضغطون زر اللايك عيال بدايه المقطع، وهيا بنا ننطلق الى الامام. ليتس جو يا حبيبي، هيا بنا بدايه الديفيجن 7. ليتس جو. اوكي تشكيله خصمنا القادم، تشكيله جدا ممتازه يا ولد. فرنسيه من ناحيه دفاع وسط هجوم جدا ممتاز، هيا بنا. ليتس جو يا حبيبي. يلا كفاني ترى يغبني عيال، يوم يجي ضدي اقسم بالله جلدي جلد. هذا ايش فيه يلعب كذا؟ طريقه يعني ما نعرفها. موسى ابو موسى، الهجمه الاولى يا ابو، الهجمه الاولى يا ابو موسى كبير يا احمد موسى. حكم فاول يا فاول. يلا يا كبير. لا اوكي قدم الضعيف. اوكي ماني حلو. احمد موسى شد برينك الاساسيه، الله يخليك. ايوه وش ذا يا ابوي؟ وش ذا السل؟ يلا كبير انطونيو. يا ساتر. روح. يعني حتى يوم كان في التشكيله القديمه كان يجلط. صحيح. يا الله. واو والله ركب. وربي ركب. يلا يا اخي حرام عليك. لا ترى يمدحونك الناس يا انتون، يعني كوره سهله زي ذي الله يخليك. حسب له بلنتي، لا كمان بنخسر يعني فوق الخياس. لعبه خايف لعبه كلبي وما جاته ولا فرصه بنخسر. يا قهر يا قهر. يا فيفا اللي تطلع الواحد من طول. انطونيو والله خذلتنا في مرتين، الله ياخذ ابوك. والله حرام اقسم بالله ما طب منطقه الجزاء. بلنتي وفاول بس
سجل منه. لعب سامش لعب ويغبن. هذا ايش يبي الحين؟ انطونيو ربي ما لو ما جبت. سجل سل جول سل جول سل جول. كبير يا انطونيو. ايوه كذا يا اخي يا اخي خلاص روح روح اسحب قول اسحب ما تساعد. يس اي اوكي. تشكيله خصمنا القادمه وهي تشكيله اوكي كذا حلو. وعنده دفاع ممتاز عنده وسط ممتاز وعنده ايضا هجوم ممتاز عنده رويس يا ولد. ها بسم الله بدينا يلا. يلا ابو موسى ابو موسى تكفى انطونيو كمل. لا 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 هذا اول فرصه راح اشوى الحمد لله انفجرت. اوف كانت تدخل. ها يلا كبير. الله عليك يا برابولو. هو شو اسمه؟ ايه كبير ايه اطرفني يا شيخ اطرف. صغيري لأمضوا نحو السماء من قلبك الحريري. لا ذا الآدم يا عيال لازم يشوف لبديل. والله العظيم سابك بشكل مو طبيعي. يلا ابو موسى وش ناقص وش يبي يا اخي عشان يسجل احمر بلنتي. اها غريبه والله دائما اضيع البلنتيات كان شتها في نفس الزاويه والله اني تكفى خش خش له بالسلام. اشوف يا عيال يعني ما ادري شلون يا ولد لكن الشوط الثاني لازم يكون اجمل لازم لازم لازم. يلا يا الين الين يا انطونيو. لا احمد يا عيال في احد ميت كذا انطونيو. لا اله الا الله ما في نصيب للفوز اليوم. وربي الحمد لله ليش الدفاع متقدم رجعهم. اكفى واو وسبكاه وسبكاه اوف لا وسطحها يا عيال. والله اقسم بالله الفوز جاب بالقوه يا عيال بالقوه. شو والله احمد موسى راجل قوي لكن انطونيو يا شباب ما ادري ايش قصته. هل انتم ضايفين عليه كمستري ستايل يضبطه ولا هو سبك كذا ولا وش وضعه ما يسجل ما ادري ايش وضعه. والله جميل هذه 6 نقاط يا عيال واحنا ماشيين تمام للان ما عدا الخساره ذي اللي تبون والله كان يمدي. طيب يا جماعه الخير على اي حال نبغى احتياط يعني بس لو ما عليكم امر احتياط يكون كويس نحطه مكان الزفت هذا يصير يعني احتياطي يصير اللعبه كان مكان البرونزي اوكي لانه هذا الادمي لا يناول زين ولا يسجل بس اللهم ركض بس. واذا كان برضو وسط يعني احتياط ما تقصرون اوكي. وصلنا لنهاية المقطع اتمنى انكم استمتعتوا بالمقطع زر اللايك تابعوني حساباتي تحت اشترك يا وحش اذا ما مشترك في القناة.